أهلا بكم مشاهدينا في هذا المساء، مساء الوطن. النفايات في المملكة نسبة كبيرة تهدد بكارثة بيئية، مما يتطلب ضرورة التخلص منها بطريقة سليمة وصحية. إدارة المرور تطلق تطبيق نجم لبلاغات الحوادث، والذي يهدف للمساعدة في تخفيف الزحام. اختتام فعاليات مؤتمر الطب السريري وعلم الأمراض التشريحية والجزئية، والذي تنظمه جامعة الدمام ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر. تتابعون معنا أيضا هذا المساء. هيئة الغذاء والدواء تطلق حملة توعوية بالطريقة الصحيحة والآمنة لاستخدام أجهزة الميكروويف. قصة إبداعنا لهذا المساء، مجموعة من الشباب في منطقة تبوك يستغلون أوقات فراغهم لبيع الأكلات الشعبية والتي تعد في منازلهم. تابعونا أيضا مشاهدينا في فقرتي الصحافة هاشتاج مع رنا. شكرا حفصلة. في قصة صحافة لهذا المساء، خبر من صحيفة الحياة بعنوان: الغذاء والدواء تضبط 58 ألف منتج طبي مخالف في 29 مدينة. تفاعل المغردون في تويتر اليوم مع هاشتاج بعنوان: اختبار التحصيل الدراسي، على خلفية إعلان المركز الوطني قياس عن فتح التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى والثانية. أهلا بكم مشاهدينا، بإمكانكم مشاركة معنا في كافة محاورنا لهذا المساء على هاشتاج البرنامج مساء الوطن في تويتر. النفايات تكون مشكلة عندما لا يتم الاستفادة منها وإعادة تدويرها، فبين الإنتاج والاستهلاك حلقة مفقودة تنبئ بخطر بيئي ومشكلة سوف تتفاقم، يضيع حلها إذا فقدت حلقاتها. الزميلة مها الحلواني تابعت مشكلة التدوير خلال زيارتها لأحد المصانع المختصة، التفاصيل في هذا التقرير. هذا ما تعاني منه المملكة العربية السعودية، حيث تعد من الدول التي لديها كم هائل من النفايات لمساحتها الواسعة والكثافة السكانية والمناطق الصناعية، حيث يبلغ حجم النفايات 15.5 طن سنويا أمام نسبة 5% من التدوير، وهذه النسبة أيضا أمام 95% من التدوير الذي حققه الغرب. تدوير النفايات ليست يعني تجربة جديدة في المملكة العربية السعودية أو في العالم، هي في الواقع نقل من تجارب العالمية الأخرى. المملكة العربية السعودية بدأت من فترة ليست بقصيرة في محاولات رفع الوعي البيئي وتدوير النفايات الورق النفايات عامة. قامت كاميرا الإخبارية بزيارة أحد مصانع التدوير لكي تكون على مقربة من أصحاب الاختصاص لمعرفة الصعوبات التي تعتري عملية التدوير وتقليص نسبتها. ما هو السبب؟ هل هو قلة الإمكانيات؟ أم التعامل مع هذا الأمر بنظرة اقتصادية؟ أم النظام الاجتماعي فقد السيطرة على المستهلك؟ أم هو المستهلك نفسه؟ تشكل النسبة الأكبر من المواد العضوية هي عبارة عن مأكولات يتسبب فيها المستهلك المحلي. بعد عملية الفرز تقوم مصانع التدوير المتخصصة بأخذ المواد حسب اهتمامها، ورق، زجاج، ألمنيوم، حديد وغيرها، ويبقى منها ما يستوجب الردم، وهنا تكمن المشكلة. 50% من النفايات مواد غذائية، وهنا السبب يعود على سلوك المستهلك في عدم معرفة حاجته من تلك المواد.
إذا تيجي للمجتمعات الأوروبية لما يجي يشتري مواد غذائية يشتري على قد استهلاكه. نحن كمجتمع نشتري أكثر من استهلاكنا، فيضطر إنه بعض المواد هذه مثل الخضار والفواكه تخرب في البيوت، فيضطر نرميها وتروح على المرادم. كمان كذلك في الحفلات ننتج أكثر مما ننتج، وبعد كده كل هذه المواد تروح على المرادم، فالمرادم تستقبل كميات كبيرة من المواد العضوية بسبب وعي المواطن في هذا الموضوع. التثقيف، التحفيز، وضع العقوبة، حلول جذرية وأساس لأي دراسة جدوى تطرح من أجل بيئة أفضل واقتصاد نامي ونظام اجتماعي متزن. هي الثلاث معايير الرئيسية بين الوعي البيئي والتحفيز الاقتصادي والإجراءات النظامية راح تتأكدين أن المملكة في فترة، يعني لا أريد أن أبالغ أني أقول أنها يعني في فترة أشهر بل في فترة سنة أو سنتين راح تحول تتحول المملكة إلى من الدول المتقدمة في الرعاية البيئية. هل ما يستوجب من هذه المنشآت تضاعف الجهود؟ وإن لم يكن كذلك لرفع نسبة التدوير، إذن ما الحل؟ ومن هو المسؤول؟ برنامج مساء الوطن، مها حلواني، الإخبارية، جدة. شكرا للزميلة مها الحلواني على هذا التقرير حول هذا الموضوع. مشاهدينا، انضم معنا من مكة المكرمة ومساعد مدير عام النظافة للمرادم بأمانة العاصمة المقدسة المهندس محمد باحارث، وأيضا ينضم إلينا عبر الهاتف مدير العمليات في إحدى مصانع التدوير مهندس وديع مليباري. أهلا بضيفي الكريمين. أبدأ معك مهندس محمد، أهلا وسهلا بك معنا في مساء الوطن. بداية لو تطلعنا والمشاهدين عن مراحل وصول النفايات من المستهلك إلى المرادم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم، حقيقة شرفنا وجودنا وشرفنا الوجود معكم. حقيقة آلية العمل اللي بتكون دائما بتكون عملية جمع النفايات بيكون من طريق الحاويات الموجودة أمام المنازل، ومن ثم يتم نقلها إلى المحطات الانتقالية بصورة موجودة داخل الأحياء، وتجمع بالكامل وتنقل إلى المردم. المردم الوضع فيه بيكون حقيقة موجود في مكة عندنا التمر الصحي، نظام التمر الصحي بيكون بشكل متكامل. اختيار المرادم بيكون بمناطق معينة خارج المناطق السكانية. قبل أن نتحدث عن اختيار المرادم مهندس محمد، عملية فرز النفايات كيف تتم؟ في مكة المكرمة حاليا يتم تجميع النفايات، لا يكون في حقيقة أي فرز في الوقت الحالي. في خطتنا المستقبلية حيكون في فرز للنفايات، لكن الوضع الحالي تجميعها ونقلها. احنا بنستغل نقطة المحطات الانتقالية لبعد مسافة المرمى عن الأحياء الموجودة. لكن في المرمى حاليا بيكون عملية الردم الصحي بيكون بصورة متكاملة. خطتنا المستقبلية إن شاء الله بإذن الله، فكرتنا اللي هي عملية الفرز، عدة عوامل حقيقة الآن بتدعونا للتفكير في الفرز. حقيقة التقرير اللي عرضته تقرير جدا جميل. نقاط أساسية تحتاج إلى التوعية الكاملة والثقافة بصورة كبيرة جدا. نعم، سأعود إليك مهندس محمد. عندنا في مكة يكون عملية الردم. سأعود إليك مهندس محمد، أنتقل لضيفي المهندس وديع مليباري. التوجه الآن مهندس وديع يركز على تقليل كميات النفايات ومن ثم إعادة تدويرها. دوركم وأسهامكم كمصانع وطنية ومدى استثماركم في مجال إعادة التدوير ومن ثم الاستفادة منها. في الحقيقة التدوير من مراكز النفايات اللي هي في نفسها يوجد في الرياض وفي جدة خطوط فرز للنفايات، ونحن من خطوط فرز للنفايات هذه
من الورق. ففي كميات لا بأس بها من النفايات يتم في إسرائيل اللي هي تقريبا من حدود من 5 إلى 12% يتم إعادة تدويرها من النفايات، لكن بقية النفايات تروح كردم في الأراضي. طب إذا كانت كمية النفايات مهندس وديع بهذا الحجم كما تبين كل التقارير، ما هي الأسباب التي تمنعكم كمصانع من إعادة تدويرها والاستفادة منها؟ أولا من وعي بعملية التدوير يجب أن يكون أكبر من كذا. أغلب النفايات عندما توصل إلى المرادم توصل بطريقة غير مرتبة، حتى ممكن نحن كمصانع نستفيد منها. غير مرتبة تقصد فيها عملية فرز النفايات يعني صح؟ نعم. عملية فرز النفايات هذه حتساعد كثير، لكن الفرز قبل وصولها إلى المرادم هي الحاجة اللي توصل نظيفة للمستهلك ونستفيد منها كتدوير. اما بعد ما توصل المرادم وفرز مهما كان هناك صعوبه في فرزها بطريقه سليمه، وحتاخذ جهد اكبر من فرزها قبل وصولها الى المرادم. نعم. فعمليه وعي المواطن بعمليه التدوير حتساعد كثير في استفادة من النفايات. مهندس وديع، يعني عملية وعي المواطن، كثير من المواطنين يعلمون أنه هناك عمليات تدوير تتم للنفايات والفرز مهم جدا، ولكن أين يتم الفرز ومن الذي يقوم بعملية الفرز هذه، وأين يذهب بنفايات المواطن إذا فرز هذه النفايات، أين يذهب بها؟ نحن عندنا تجربة سويناها في مدينة جدة في حي من أحياء جدة اللي هو حي البساتين. قمنا بتوزيع حاويات للمنازل وسوينا اشتراك بيننا وبين المنازل هذه، فتعرف أن المبالغ اللي تعود من عملية الفرز ليست كبيرة، ولكن بالنسبة للعامل أو السائق اللي موجود في المنزل تعتبر أرقام جيدة، 10 أو 15 أو 20 ريال، فكانت حققت نجاح جيد بالنسبة لنا. نحتاج وعي أكثر، نحتاج إمكانيات. طب هذه التجربة إذا نجحت، ما الذي يمنع من تكرارها أو وجودها في كل الأحياء؟ نحتاج إلى تعاون مع الجهات الأخرى، البلدية والجهات المعنية. نحتاج ميزانيات لها حتى يعني نقدر ننفذها في جميع أحياء جدة وبعد كده تنفذها في المملكة بشكل عام. طب هذه الجهات المعنية، أنتم كأصحاب لهذه المصانع في عملية التدوير، لماذا لا تقومون بالتواصل معهم وإدراج يعني جدول لهذه المشكلات؟ المشكلات ليست فقط من ناحية الوعي. نعم. لذلك هناك مشكلات أخرى من ناحية كيف ممكن نحن كمجتمع نستفيد من هذا التدوير. فهذا إذا كان ممكن يصير فلازم يكون من البلدية، من الأحياء، من الأمارة، هذه كلها تساعد في عملية وضحت الصورة. على كل أشكرك المهندس وديع مليباري مدير عمليات في أحدى مصانع التدوير، شكرا جزيلا لك. أعود مشاهدينا مرة أخرى إلى المهندس محمد بحارث. مهندس محمد، استمعت قبل قليل إلى ما قاله ضيفي الكريم، 12% فقط من النفايات يتم إعادة تدويرها والباقي لا يستفاد منه، والسبب في ذلك عمليات الفرز. كان هناك تجربة قاموا بها والتجربة أثمرت بنجاح. يبقى هنا الجهات المعنية هي التي تعمم مثل هذه التجارب، يعني يقال أنه أن يفهم أو يعي المواطن مدى إعادة التدوير إذا يعني وعى المواطن هذه الإشكالية، ولكن كيف يقوم بتطبيقها إذا الجهات المعنية لا تشارك في ذلك؟
في الحقيقة الموضوع يعني يحتاج هو أطراف متشعبة. الموضوع حقيقة تكامل كل الجهود. المواطن يشارك معانا في عملية الفرد من نفس المصدر، ومن ثم وضعها في الحاويات المخصصة لها. دورنا إحنا كجهات حكومية أو كأمانات أو كوزارة إنه الاستفادة من هذه النفايات بصورة كاملة وتجميعها كلها على حدة، الورق والبلاستيك وخلافه. المشروع هذا موجود في الوزارة ودرس دراسة مستفيضة، لكن حقيقة الخطوة هي ما تبغى إلا لما تكون الخطوة شمولية كاملة بالكامل. الخطة موجودة إنه تنعمل مخططات شمولية لكل الأمانات موجودة، تكون عندهم مخططات شاملة إن تعمل مصانع الفرز، مصانع النفايات، وطريقة الاستثمار في نفس المواقع. في عندنا عقبات بتحصل. الفرز اللي زي ما تفضل المهندس وديع وذكر عملية الفرز اللي في الرياض وفي جدة جدا جميل وخطوات، لكن نحتاج إلى فرز أكثر، إلى كامل الكميات يتم عملها، وهذا يتطلب الموضوع عمل المصانع اللي بتكون الفرز بصورة كاملة عشان نقدر نستفيد. وأيضا إذا وضع محمد إذا وضع في كل حي نفايات مخصصة إلى المعدن، نفايات مخصصة إلى البلاستيك، نفايات مخصصة إلى المواد الغذائية، سوف يساهم ويساعد المواطن في ذلك. طيب دعنا نتحدث أيضا عن اختيار المرادم، أهم الاعتبارات والأولويات التي يتم اتخاذها في هذه العملية. أيضا اختيار المرادم حاليا بيكون وفق دراسات بيتم عملها بشكل متكامل من جهات متخصصة، لأنه موقع المردم بحد ذاته يعتبر مهم جدا حاليا، بحيث نبعد عن المناطق السكانية بمسافة لا تقل عن 5 إلى 10 كيلومتر. طبيعة المنطقة المياه الجوفية تكون فيها منخفضة، تنعمل دراسات هيدرولوجية وبيئية بجسات داخل الأرض لمعرفة هذه المستويات المياه. الرياح كمياتها تكون منخفضة، تكون محصورة ما بين جبال معينة بعيدة عن أودية مياه لأي تسرب يحصل فيها، نوعية التربة الموجودة فيها عشان تستخدم في الردم. هذه كلها أمور بتأخذ في الاعتبار عند وضع أي دراسة. والموقع الحالي للمرمى الموجود في مكة، في جنوب مكة المكرمة في منطقة العكيشية، أخذت فيه هذه الاعتبارات بدراسة شاملة لي. والآن إحنا بنبحث عن مواقع بديلة إن يتعمل مرادم نفايات، وفي نفس الوقت بيكون فيها مصنع متكامل لفرز النفايات أو تدوير النفايات بصورة كاملة بإذن الله. وحيكون إن شاء الله حيرى الموضوع يعني صورته بشكل متكامل. إحنا في مراحلنا النهائية في الوزارة، مراحلنا النهائية في هذا الموضوع إنه يتم تعميمه على كافة الأمانات، مصانع الفرز وتدوير النفايات بصورة متكاملة إن شاء الله تحقق كل الرغبات ونستفيد. ولا ننسى أنه مكة بالذات تحتاج هذا الموضوع بصورة شاملة وكبيرة. مهندس محمد، بعض المختصون يحذرون من أن المملكة تواجه صعوبة في التخلص من نفاياتها بطرق صحية، يشير في ذلك إلى قلة المرادم المجهزة بالوسائل الحديثة. ما هو المتبع في المرادم الحالية؟ وهل هناك تقنية لا تمتلكها المرادم في المملكة موجودة في دول أخرى؟ بالفعل الآن الموجود وبدت فيها أمانات أخرى في المملكة لعملية الخلايا الهندسية، اللي هو المرامي الهندسية، اللي هي بتخضع لشروط معينة من العزل وخلاف واختيار المواقع والحفر وطريقة التخلص من العصارة الموجودة. فهذه لها دور جدا كبير. فإحنا الآن بنردم حقيقة في مكة بالردم الصحي بطرق فنية سليمة، لكن إن شاء الله الآن الموقع الجديد لنا اللي حيتم تنفيذه بإذن الله في القريب العاجل، اللي هو حيكون مرمى هندسي متكامل، لأنه عشان حتكون في شبكة لتجميع الغاز واستخلاصه، ومن ثم الاستفادة منه بصورة كاملة لإنتاج طاقة لنفس الموقع بصورة محددة، لا تسبب تكلفة عالية أكثر منه يتم الاستفادة من هذه الغازات. فإحنا نظرة العالم كله بيتم عمل الخلايا الهندسية أو المرمى الهندسي. كم نسبة النفايات تقريبا في المملكة التي يتم إعادة تدويرها؟ النسبة بسيطة جدا حقيقة، لا تتجاوز حوالي 10% تقريبا اللي بتكون في المملكة. في بعض المدن زي ما ذكرها المهندس وديع زميل أنا، زي ما قال في الرياض وجدة بيتم عملية اللي هو الفرز النفايات وإعادة تدويرها بصورة جزئية، ليست صورة كاملة إن شاء الله بإذن الله. وإحنا نأمل نوصل لمستويات أعلى وتكون فيها الميكنة
الآن التوجه الجديد حتى في الوزارة أنه يكون حتكون ميكنة كاملة لهذه المكاين بحيث يتم الاستفادة منها ونبعد عن العنصر البشري في عملية الفرز، بحيث يتم الفرز لكافة أنواع المنتجات، يعني ممكن أكثر من منتج زي ما ذكرت البلاستيك والورق والأمور الأخرى والسماد اللي بيطلع يتم الاستفادة منه بعد المعالجات اللازمة. أشكرك على كل هذه المعلومات المهندس محمد بحارث، مساعد مدير عام لنظافة المرادم ونائب رئيس لجنة الطاقة في أمانة العاصمة المقدسة. نشرت إدارة المرور عبر حسابها الرسمي في تويتر عن إطلاقها لخدمة تطبيق نجم لبلاغات الحوادث، والذي يهدف للمساعدة في تخفيف الزحام أثناء وقوع الحوادث المرورية واختصار وقت المبلغ وتخفيف الزحام، وذلك عبر التطبيق من خلال الأجهزة الذكية والتي يتم بعدة مراحل. نتابع معكم الطريقة. آخر شيء تتمنى يصير لك أنك تكون في هذا الموقف، متأخر عن الدوام تحت حرارة الشمس وتنتظر بسبب حادث بسيط. الإدارة العامة للمرور تقدم تطبيق نجم لبلاغات الحوادث، واللي يحل هذه المشكلة تطبيق للتبليغ عن الحوادث المرورية ببساطة وفي وقت قياسي. إذا حصل لك حادث لا قدر الله وكان عندك أنت أو الطرف الآخر وثيقة تأمين سارية المفعول وكان الحادث معطل للحركة المرورية وبدون إصابات، استخدم التطبيق. من خلال التطبيق تقدر أنت أو الطرف الآخر تقدمون بلاغ عن طريق التطبيق كالآتي: صور صور شمولية من مكان آمن لتظهر الحادث بشكل كامل وواضح، حرك حرك إلى مكان آمن ووقف على جانب الطريق لتخفيف الزحمة، بلغ أدخل اسمك ورقم لوحة السيارة وأرسل البلاغ. تلقائيا التطبيق بيحدد موقع وموقع أقرب محقق لنجم. بعد اكتمال التحقيق تقرير الحادث سيرسل إلكترونيا لشركة التأمين، وسيسلم لك محقق الحادث إشعار مراجعة شركة التأمين واللي يحتوي على المعلومات الأساسية للحادث. واطمن، من خلال التطبيق تقدر تتابع حالة تقرير الحادث وتعرف بالضبط وين راح وين وصل، وبرضه تقدر تقيم خدمة محقق نجم اللي قدم لك الخدمة، وكل هذا في لحظات. حمل التطبيق الآن، اختصر وقتك وساعدنا نخفف الزحمة. لتفاصيل أكثر مشاهدينا عن هذا البرنامج انضم معنا مهندس هاني دهان، مدير عام إدارة المنتجات في شركة نجم. أهلا بك مهندس هاني معنا في مساء الوطن. أعطينا تفاصيل أكثر عن هذا التطبيق، وهل بالفعل يعني تم العمل به؟ الله يحييك أختي، أهلا وسهلا. أول شيء أشكركم على الاستضافة وعلى المداخلة هذه. يعني فكرة التطبيق هي تسهيل الإجراءات على مستخدمي الطريق ومتضرري الحوادث المرورية. الفكرة نشأت من، خلنا نبدأ من هاجس لوزارة الداخلية، وهو فك الاختناقات المرورية للطرق الرئيسية بشكل عام، خاصة في المدن الرئيسية زي الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. التطبيق باختصار هو عبارة عن ثلاث مراحل بسيطة يقدر الشخص يبلغ فيها ويجنب على جنب. المراحل هي: اولا يصور، مجرد ما يصير حادث يفتح التطبيق، التطبيق راح يوجه الى الخطوات. الخطوه الاولى التصوير، يصور صوره شموليه لموقع الحادث تظهر فيه السيارات انها متصادمه، تمام، وصوره واحده يعني قد تكون كافيه. بعد كذا يتحرك الى منطقه امنه، ما يغادر الموقع لكن يتحرك الى منطقه امنه، اذا افترضنا هو على طريق رئيسي يتجه لاقرب طريق فرعي بحيث انه يفك الاختناق المروري وينتظر هناك. وهناك من إذا وصل هناك يقدر يبلغ نجم عن طريق التطبيق بضغط الزر، يحط رقم لوحة السيارة ورقم الاتصال واسمه، والبلاغ مباشرة يوصل لشركة نجم، ونجم تتولى معالجة البلاغ وإرسال الدورية لموقع الحادث بحيث أنهم يباشرون الحادث من هنا الإجراءات بأيسر الطرق. طب هل بدأتم باستقبال بلاغات من هذا التطبيق؟ بمعنى آخر هل انتشر هذا التطبيق إلى الجميع؟ نعم صحيح، يمكن التطبيق بدأنا فيه على متجر الجوجل بلاي لأجهزة الأندرويد من بداية السنة الميلادية من 1/1/2015. يمكن في أول يوم استقبلنا أكثر من 80 بلاغ، كان منها خلنا نقول حوالي 17 أو 18 بلاغ صحيح. إلى اليوم أتوقع أن تجاوزنا أكثر من 1000 بلاغ عن طريق التطبيق.
تمام، وتم مباشرتها من قبل نجم وترسل معلومات الحوادث وصور المركبات بطريقة سليمة. طبعا الفكرة الرئيسية هي تخفيف العبء على المواطن في طريقة التبليغ وضمان صحة المعلومة. يعني من ميزات التطبيق أن يرصد الموقع الإلكتروني أو الموقع الصحيح للحادث عن طريق خدمة الجي بي اس، ونضمن أن المحقق يقدر يوصل بأسرع وقت ممكن لموقع الحادث بدون ما يكون في تعطيل إن شاء الله أو شيء. وصول المحقق بأسرع وقت ممكن دائما هذه هي الإشكالية أستاذ هاني، يعني دائما ما يأخذ وقت تقريبا يتجاوز الساعة بسبب الازدحامات المرورية إذا كان هناك أوقات ذروة هي وصول محققين النجم تحديدا. لماذا تجاوزا لهذه الازدحامات لا يتم تعويض السيارات بدرجات هوائية مثلا على سبيل المثال؟ اقتراح فقط. طيب احنا الدراجات النارية مطبقة عندنا في شركة نجم، ومطبقة في المناطق اللي تكون فيها فعلا زحمة مرورية شديدة الانتقال فيها يكون صعب بالمركبة، لكن على الطرق الرئيسية الانتقال بالدراجات النارية قد يكون يسهل المهمة لكن الخطر على قائد المركبة او قائد الدراجة النارية، لان تعرف طريق سريع وخط رئيسي وبتكون فيه اختناقات مرورية وزحمة، فهذه يمكن من باب احنا المحافظة على سلامة المحققين. تمام، كثفنا الدوريات المركبات وصار توزيعها بطريقة انه الطريق الرئيسي يقسم الى مربعات، كل مربع تخدم قوة بشرية تغطي الاحتياج في المنطقة هذه. نعم، اشكرك على كل هذه المعلومات المهندس هاني دهان مدير عام ادارة المنتجات في شركة نجم. اختتمت فعاليات مؤتمر الطب السريري وعلم الأمراض التشريحية والجزيئية والمعرض المصاحب له والذي نظمته جامعة الدمام ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، وسط مشاركة واسعة لمستشارين ومتخصصين في مجال الأورام، حيث تناول المشاركون في المؤتمر 6 تخصصات شملت التطور الطبي وكذلك على العديد من البحوث والموضوعات التي تشمل بداية نشوء الأمراض والأورام والأمراض وتطورها أعراضها ومضاعفاتها، بالإضافة إلى آخر التطورات العلمية والعالمية لتشخيصها وعلاجها. لتفاصيل أكثر مشاهدينا عن هذا المؤتمر تنضم معنا رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة دلال التميمي. أهلا بك دكتورة دلال معنا في مساء الوطن، لو تحدثينا بشكل موجز عن هذا المؤتمر. ألو، أهلا فيك دكتورة دلال. أسمعك. أيوة أسمعك. حدثينا عن هذا المؤتمر بشكل موجز لو سمحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مؤتمر بتقيمه كلية الطب بجامعة الدمام مع كلية الطب بجامعة وين ستيت الأمريكية، وتجمع تتكلم عن الطب السريري والطب علم الأمراض والطب الجزيئي، ويعني يتكلم في 5 محاور محددة وهي الأمراض الجهاز الهضمي والبولي والتناسلي وأورام الرأس والعنق وأمراض الدم. ويعتمد بشكل كبير على أولا يعني نسج يعني الجمع ما بين جميع التخصصات في مناقشة حالة مرضية معينة، فاعتمدنا على 30 حالة مرضية تقدم وتدخل في مناقشة ما يخص هذه الحالة من التشخيص إلى انتهاء بعلاج. طيب ذكرت أنه هذا المؤتمر يكون بالتعاون مع جامعة وين وست، الدور الذي تقوم به تحديدا هذه الجامعة في المؤتمر ما هو؟ هم يعني شريك استراتيجي، يعني هم معانا من بداية من التنظيم والتحضير وعمل الشكل العام العلمي للمؤتمر، ومتحدثين من عندهم ومتحدثين من عندنا. طيب كيف ترين الحاجة لعقد مثل هذه المؤتمرات والتعاون ما بين الجامعات المحلية والدولية أيضا؟
نعم. كيف ترين الحاجة لعقد مثل هذه المؤتمرات ويكون في تعاون ما بين جامعات محلية وأيضا جامعات دولية؟ أنا أعتقد أن هناك بتكون استفادة للجهتين. يعني هي فتح طبعا هم يسمعوا وجهة نظرنا في الأمراض. أكيد أن الأمراض تكون فيها بعض الاختلافات في مناطق العالم المختلفة. طبعا بالنسبة لنا إنه نسمع ما هو مستجد من في العلم هذا شيء. المناقشة ما بين الجهتين ممكن تفتح أبواب كثير للتعاون في الأبحاث مستقبلا والعمل معا لاكتشاف إن شاء الله ما هو مفيد للمرضى بإذن الله. نعم. رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر دكتورة دلال التميمي، شكرا جزيلا لك. تابعونا بعد قليل مشاهدينا في مساء الوطن. تعليم الرياض يحذر المدارس الأهلية والعالمية من أي زيادة في رسوم الدراسة. الأحداث العالمية على مدار الأسبوع. نحصدها في اليوم الثامن في الأوقات التالية. مشاهدينا، حذرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات من أي زيادة في الرسوم الدراسية دون الرجوع إليها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض المكلف محمد المرشد أن الإدارة حددت الإجراءات الخاصة بطلب رفع الرسوم الدراسية، مشيرا إلى أن التقديم الإلكتروني يتم من خلال تعبئة جميع الحقول المطلوبة، محذرا أنه لن ينظر إلى أي طلب غير مكتمل. قالت وزارة التجارة والصناعة إن أحكام نظام التجارة الإلكترونية تتضمن فرض عقوبة الإنذار أو الغرامة المالية بقيمة تصل إلى 1,000,000 ريال، مشيرة إلى أنه يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العودة مع نشر حكم العقوبة، الغرامة والشطب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية. وأوضحت أنه في حال تكرار المخالفة فإنه من حق الوزارة حجب الموقع، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة الرياض منزل شعبي متهالك يستخدم لتخزين الخضار والفواكه بشكل عشوائي، والذي يفتقر لأدنى مقومات الاشتراطات الصحية الواجب توفرها لحفظ الأطعمة. واحتجزت فرق الرقابة الميدانية أكثر من 29 عربة جائلة مخالفة تمارس بيع المكسرات والأغذية مجهولة المصدر، فيما أزالت أكثر من 40 موقعا ومبسطا عشوائيا مخالفا للباعة الجائلين الأجانب، بعد أن تم إخلاؤها بشكل كامل بواسطة معدات وآليات وعمال الأمانة. كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبد الله البداح أنه صدرت موافقة وزارة الصحة على الترخيص لممارسة الحجامة وفقا لضوابط 5 حددها المركز، تتعلق بالممارسين والمنشآت، وأخرى تتعلق بالممارسة وطالبي الخدمة، حيث تمت إجازتها من الجهات المختصة، مبينا أنه تم وضع هذه الضوابط بعد الاطلاع على العديد من البحوث والدراسات والتجارب العالمية في هذا المجال، حيث منح أول ترخيص لممارس في منطقة أبها.
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الرياض وتبوك والرس والجبيل، وتسجيل 2 وفاة بالخبر والرس، فيما تماثلت 1 للشفاء من الحالات المصابة بالفيروس في السابق. توقعت رئاسة عمل الأرصاد وحماية البيئة تأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية باردة على مناطق شمال المملكة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وانخفاض ملموس في درجات الحرارة، حيث تصل الصغرى على الأجزاء الشمالية من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية إلى ما دون الصفر المئوي، وتبدأ بالتحرك في اتجاه الجنوب وجنوب الشرقي لتؤثر على مناطق غرب ووسط وشرق المملكة تشمل السواحل، تؤثر على المناطق الجنوبية بالرياح النشطة والانخفاض في درجات الحرارة وتدني مدى الرؤية الأفقية. أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد بن عيد الحربي عن اختيار المدرب السعودي فيصل بن فهد البدين مدربا لمنتخب المملكة الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة على أن يقوم باختيار الجهاز الفني المعاون له. وأوضح عيد أن المدرب الوطني البدين يعد من الكفاءات التدريبية السعودية المتميزة، وسبق وحقق نجاحات عدة مع عدد من الأندية والمنتخبات الوطنية، كما أنه يعد من أفضل اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة السعودية. فاصل قصير مشاهدينا، نعود إليكم. في صفحة ما وعلى صحيفة ما، كلمات تكتب وكاتب كلمات، يرمز إلى شيء تارة وتارة ترمز إليه الأشياء عندما يتحدث القلم. تابعونا في الأوقات التالية. جديد مشاهدينا، الآن ننتقل إلى رانا مع قصة صحافة لهذا المساء. إليك رانا. يعطيك العافية. حسنا، أهلا بكم مشاهدينا. نتناول في قصتنا الصحفية لهذا المساء خبر من صحيفة الحياة بعنوان الغذاء والدواء تضبط 58,000 منتج طبي مخالف في 29 مدينة. ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 58,000 منتج مخالف للائحة رقابة الأجهزة والمنتجات الطبية خلال حملة تفتيشية على محال بيع الأجهزة والمنتجات الطبية في 29 مدينة في المملكة. وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن فرق التفتيش نفذت جولات على 315 محلا لبيع الأجهزة والمنتجات الطبية في 29 مدينة بأنحاء المملكة، وضبطت 58,000.16 منتجا مخالفا للائحة، وأيضا شملت 5,319 جهازا لقياس السكر و10,194 شريطا لأجهزة قياس السكر و1,621 إبرة وخز لأجهزة قياس السكر و9,682 إبرة طبية جراحية، وأيضا 1,669 جهازا لقياس ضغط الدم و606 قفازات جراحية و346 سماعة طبيب و1137 جهازا لقياس درجة الحرارة وأيضا 315 جهازا للاستنشاق و61 جهازا منظم للأكسجين. وأيضا ضبطت 7,448 كاشف اختبار حمل و357 قناع أكسجين و19,261 منتجا طبيا آخر.
وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي ضبطتها أو ضبطها مفتشوها هو عدم الحصول على رخصة للمنشأة، وأيضا عدم تجديد الرخصة، وعدم وجود رخصة إذن بالتسويق من الهيئة، ووجود منتجات مقلدة ومغشوشة، وأيضا وجود منتجات منتهية الصلاحية أو تالفة، وغياب تعليمات الاستخدام باللغة العربية لجهاز المنزلي، ومخالفات البطاقة التعريفية للمنتج، وعدم مطابقة تردد الجهاز الطبي للمواصفات السعودية. ولفتت هيئة الغذاء والدواء إلى أنها أتلفت بعض المنتجات واشترطت إجراء الخطط التصحيحية اللازمة على منتجات أخرى مخالفة محددة بفترة زمنية مع متابعة تنفيذها، وذلك بقيدها في نظام السجل الوطني للأجهزة والمنتجات الطبية وإصدار شهادات الإذن بالتسويق لها مع تعليق الرخصة في حال عدم الالتزام، ما يؤدي لإيقاف أنشطة الاستيراد والتوزيع للمنشأة المخالفة. من جهة أخرى، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضرورة الالتزام باشتراطات التخزين الجيد في مستودعات الأعلاف حتى لا يصيبها ضرر ينعكس على الحيوانات وينتقل عبر السلسلة الغذائية إلى الإنسان. تمنياتي لهيئة الغذاء والدواء بالتوفيق وجميع الجهات الحكومية الأخرى. نتمنى أيضا من المواطن الحرص من أي منتج أو سلعة قبل شرائه. إلى هنا انتهت قصتنا الصحفية، نعود إلى زميلة حفصة. شكرا لنا، يعطيك العافية. أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة للتوعية بالطريقة الصحيحة والآمنة لاستخدام أجهزة الميكرويف وشرح آلية عملها والأوعية التي يمكن استخدامها فيها مع بيان أهمية صيانتها بشكل دوري. نتابع معكم. الميكرويف هو جهاز كهربائي منزلي نستخدمه عشان نطبخ فيه الأكل أو نسخنه. طبعا الميكرويف عشان يسخن الأكل فهو يستخدم موجات كهرومغناطيسية دقيقة ذات تردد عالي تشتغل على جزيئات الماء الموجودة في الطعام، وهذا اللي يخليه يسخن. طبعا ما في خوف، هالأشعة لم يثبت منها ضرر بإذن الله، والأكل لما يتسخن في الميكرويف ما يصير مشع، هو بس يصير حار. وطبعا تختلف درجة التسخين بحسب نوع الطعام وكميته، عشان كذا لازم تتبع إرشادات الاستخدام بشكل جيد. فمثلا لا ينصح بوضع كميات قليلة جدا من الطعام لأن هذا ممكن يضر الميكرويف، وأيضا يستحسن دائما تنظيف الميكرويف بعد الاستخدام. وللمعلومية، ما في فرق كبير بين الطبخ التقليدي باستخدام الغاز وبين الطبخ باستخدام الميكرويف، بل بالعكس الطبخ بالميكرويف قد يحتفظ بأكثر العناصر الغذائية الموجودة في الأكل. وبالنسبة لموجات الميكرويف فالحمد لله حتى الآن لم يثبت أن لها أي ضرر على الإنسان حتى على الحوامل أو الأطفال، لكن طبعا من باب الاحتياط يفضل عدم الوقوف مباشرة أمام الميكرويف أو قريب منه، ولازم نبعد الأطفال من الميكرويف ونضعه في مكان آمن ومناسب في البيت. وطبعا لابد ننتبه لبعض الأمور عند استخدام الميكرويف. انتبه لدرجة التسخين المطلوبة، فمثلا الماء يمكن تكون درجة تسخينه أعلى من درجة الغليان بكثير، مما قد يسبب حروق أو أضرار لا سمح الله. ما هو كل الأواني تكون مناسبة للاستخدام داخل الميكرويف؟ فمثلا بعض الأواني البلاستيكية يمكن أنها تذوب داخل الميكرويف، والبعض الآخر مثل الأواني المعدنية يمكن أنها تعكس الموجات على جدران الميكرويف. عشان كذا فمن الأمور المهمة أنكم لازم تتبعون دليل الاستخدام الموجود مع الميكرويف وتلتزمون بالنصائح الموجودة فيه، حتى بخصوص نوع الطعام اللي تسخنونه وكم مدة التسخين وش نوع الأواني اللي تستخدمونها. وللعلم فإن الكثير من الأواني الآن يكون موجود عليها علامة ترمز بأنها مناسبة للاستخدام في الميكرويف. وإذا لاحظتوا مشاكل مثل بابه ما يتقفل بشكل جيد، أو إذا لاحظتوا تلف في العازل المطاطي أو جدران الميكرويف، فننصحكم توقفوا استخدام الميكرويف مباشرة وتتصلون بالصيانة أو الوكيل. وعشان سلامتكم نذكركم أنكم لازم تكونون حذرين لما تطلعوا الأواني من داخل الميكرويف، لأن بعضها يمكن يكون ساخن مرة فيسبب لكم حروق لا سمح الله. الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالأهم نهتم. نعود مرة أخرى مشاهدينا إلى رانا مع هاشتاج هذا المساء. لك رانا. شكرا حفصة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. تفاعل المغردون في تويتر اليوم مع هاشتاج بعنوان اختبار التحصيل الدراسي على خلفية إعلان المركز الوطني قياس عن فتح التسجيل للبنين والبنات لاختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى والثانية،
أورد المغردون في هذا الوسم وعيد ونصائح هامة لطلاب وطالبات الثانوية العامة حول اختبار التحصيل الدراسي. وأولى تغريداتنا لحساب قياس الذي غرد أنه في حالة عدم ظهور اختبار التحصيل الدراسي في ملف الطالب فضلا تأكد من أن المستوى التعليمي ثالث ثانوي أو خريج ثانوي. وإلى تغريدة عبد المحسن الذي ذكر أنه يتاح للمتقدمين فرصتين للدخول لاختبار التحصيل الدراسي خلال العام، وتعتبر الفرصة الثانية اختيارية سواء كانت الفترة الأولى أم الثانية من قياس. أما غرد مغرد آخر بنصيحة لطلاب الصف الثالث ثانوي أن اختبار التحصيل الدراسي يحتاج لاستعداد وهو يختلف تماما عن اختبار القدرات. إلى تغريدة أخرى ذكرت أن نتائج اختبار التحصيل الدراسي غالبا يرسلها مركز قياس للجامعات، وتستطيع الاستعلام عن نتيجتك من خلال جامعتك التي سوف تقدم عليها بإذن الله. ختاما غردت آمال أن أسئلة الاختبار التحصيلي الدراسي من نوع الاختيار المتعدد ألف وباء وجيم ودال، ويستغرق الاختبار ساعتين مقسمة على 5 أقسام لكل قسم 25 دقيقة. ننوه أن اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الصف الثالث ثانوي يبدأ بتاريخ 28 شهر 4 لعام 1436، وسيكون عبارة عن فرصتين لمن يرغب، الأولى يوم 6 من شهر 7 لعام 1436، والثانية يوم 9 من شهر 8 لعام 1436 أيضا. ومن المهم أن يستعد الطالب له بشكل مبكر أثناء دراستهم اليومية، حيث أن أمامه اختبار تحصيلي تهتم به الجامعات بشكل كبير، ويعتمد هذا الاختبار في التخصص العلمي على المفاهيم العامة في الإحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات. وطبيعة الأسئلة منوعة تركز على الفهم والتطبيق والاستنتاج. وأيضا هذا الاختبار هو المتطلب الثالث للقبول في الكثير من الجامعات بالنسبة للتخصصات العلمية، حيث تتطلب شهادة الثانوية العامة وأيضا اختبار القدرات، وختاما اختبار التحصيل الدراسي. تمنياتنا لجميع طلابنا وطالباتنا التوفيق بإذن الله، وأن يكونوا نموذجا مشرفا لهذا الوطن. نعود لزميلة حفصة وختام فقراتنا لهذا المساء. شكرا هانا، يعطيك العافية. الله يعافيك. الختام مشاهدينا في قصة إبداع هذا المساء، حيث سوف نأخذكم إلى منطقة تبوك، حيث قام مجموعة من الشباب على استثمار أوقات فراغهم في مزاولة مهنة بيع الأكلات الشعبية والتي تعد في منازل أسرهم، ويجد هذا الصنف من المأكولات إقبال كبير من أهالي المنطقة. زميلنا محمد الأيدا زار هؤلاء الشباب وأعد هذا التقرير. يبحثون عن قوت يومهم في تحد لقهر الظروف والاستسلام لوقعها المؤلم، وقد أقدموا بعزيمة الرجال يحملون لواء المسؤولية في ميدان شرف العمل، طلبا للقمة عيش كريمة تقيهم ذل السؤال وتوفر لهم العيش الكريم. دائما شايف أجي من الدوام أصحى من النوم أحس الوالدة مجهزة الأكل زي ما أنت شايف اللي هنا، أجهز الأغراض وأبدأ هنا أجي أحضر. الحمد لله اجي هنا احس الزباين المعروفين ويستنون، اجي احضر لهم واضبط امورهم، الحمد لله الامور طيبه. انت طالب ولا موظف؟ لا والله طالب. تستمر ساعات العمل الى متى؟ والله احيانا تجلس الساعه 12 واحدة ونص ثنتين على حسب، الزباين ما يوقفون. طيب ايش الكلمه توجهها للشباب اللي بسنك؟ والله انا انصحهم يشتغلون، يعني والله الجلسه ما منها خير، اللي بيشتغل بيحصل رزقه، يعني اللي بينام رزقه معه. والله الله يوفقهم، انا والله اتمنى انهم يشتغلون. انا دسوله متوسط، صباح اروح المدرسه والظهر ارجع شويه كذا اجي ابسط وتوزق الله، الحمد لله نكسب منها لقمه العيش. طيب ايش البضاعه اللي تبيعوها؟ نبيع تمر ومعاميل وكليجات. يستهلون عملهم بحيوية وتفاؤل، وهم يستقبلون زبائنهم بعد أن أصبحوا مصدر ثقة لدى الجميع. الشباب السعوديين يستفيدون من وقتهم شيء كويس، وأكل نظيف أفضل من أكل المطاعم، وحنا عزوبية خبر، يعني نحب أكلات البيت وأكلات الشعبية. طيب أنتم لكم فترة تعملون معهم؟ يعني نعم يمكن شهر. كيف وجدتم الأكل معنا؟ هي خدمة من أحلى ما يكون صراحة، وموجودين كل يوم وعلى طريق استراحاتنا ومكانهم معروف، ويقابلونك بابتسامة وبوجيه مضيافة. والله بصراحة أنصح أي أحد من أهل تبوك أنه يمرهم هنا يشوفهم. شغلهم ما شاء الله أفضل من المحلات، وأكلهم ممتاز وشعبي.
طبعا احنا شباب سعوديين نبسطين دائما كل يوم، وزي ما تشوفون مرقوق وجريش كشري وحلا وعندنا اشياء كثيره، وان شاء الله نطلب البلديه يعني يوفرون لنا يعني كشك او شيء زي كذا بسعر رمزي يعني يبسطونا لنا وبس يعني، وهذا اللي نطلبه ان شاء الله من البلديه. طيب فيصل، انتم تراعون الاشتراطات الصحيه في بيع مثل المواد الغذائيه هذه لما تبيعوها، تراعون الاشتراطات الصحيه مثلا ما يجيها غبار ما يجيها تراب؟ اكيد هذا لابد منه، هذا عشان نحافظ على زبائننا ونحافظ على صحتهم، فدائما يعني نخلص على طول ونغطي سريع قبل الغبار يجي او شيء زي كذا. لم تمنعهم تقلبات المناخ او عوائق العادات والتقاليد او نظرات دونيه لا تتجاوز افق ناظرها في زمن لا مكان فيه للمتهاونين. نموذجا من الشباب حق لنا ان نفاخر بهم ونفتخر بهمتهم وعزيمتهم، رفضوا الذل والكسل والهوان وابوا الا يمضوا قدما نحو البحث عن لقمه عيش كريمه من عرق الجبين. لبرنامج مساء الوطن، محمد مشهور الايدا، تبوك. بهذا مشاهدينا نكون وصلنا لختام مساء الوطن لهذا اليوم، أشكركم على المتابعة، بإمكانكم أيضا متابعتنا على حسابات البرنامج في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك يوتيوب. ألقاكم غدا، إلى اللقاء. في صفحة ما وعلى صحيفة ما، كلمات تكتب وكاتب كلمات، يرمز إلى شيء تارة وتارة ترمز إليه الأشياء.